بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 117. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في باب اللقطة، ووقفنا على قوله: ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا، ويملكه بعده حكما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم لنا الحلقة السابقة معنى التعريف ومواطن التعريف، وأنه يعرفها في مجامع الناس التي يوجدون فيها كالأسواق وعلى أبواب المساجد وكل المواضع التي يجتمع فيها الناس حادة، لأنه مظنة أن يعثر على صاحبها، إلا موطنا واحدا لا يجوز التعريف فيه، وهو المساجد، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولذكر الله عز وجل، ولم تبنى لأمور الدنيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. نعم. قال: ويملكها ويملكه بعده حكما، بعد الحول. إذا تم الحول وهو يعرفها ولم يأتي لها أحد، فإنه يملك الملتقط، يعني يدخل في ملكه حكما، مثل الميراث ومثل الهبة والوصية غير ذلك من الأمور التي يملكها الإنسان بدون فعله هو. حكما يعني بدون فعله؟ أي نعم، بدون فعله وبدون أيضا اختياره. نعم. أحسن الله إليكم. قال: لكن لا يتصرف لقوله صلى الله عليه وسلم: فهي له، يعني بعد ما يمضي الحول وهو يعرفها فإنها تكون له. نعم. وهذا مما يدل على أن الإسلام جاء باحترام الأموال وعدم إضاعتها، لأنها خلقت لنفع الناس. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ونهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. نعم. أحسن الله إليكم. قال: لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها يحتفظ بعد مضي الحول والتعريف ولم يأتي لها أحد، فإنه يحتفظ بعلاماتها وصفاتها، فإذا جاء أحد ووصفها بهذه الصفات ولو بعد مضي الحول فإنه يدفعها له، وإن لم يأتي لها أحد فإنه يتصرف فيها، ولا يمكن أن يدفعها لمن طلبها إلا إذا عرف صفاتها، حتى يدل هذا على صدقه وعلى أنها له. نعم. قال: فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها، هذه علاماتها. نعم. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. لو أن سفيها، والسفيه هو الذي
الذي لا يحسن التصرف في أمواله ويبذرها ولو كان كبيرا. سبق لنا أن هذا يحجر عليه، أي يمنع من التصرف في أمواله لئلا يضيعها، هذا هو السفيه. والسفه هو خفة العقل، وكذلك الصغير الذي لم يبلغ. فإذا وجد أحد الشخصين الصغير أو السفيه لقطة، فإن وليهما هو الذي يقوم مقامهما فيما سبق من معرفة صفاتهما ومن التعريف عليهما لمدة سنة. فإذا مضت السنة والتعريف فإنها تدخل في ملك الصبي وفي ملك السفيه. نعم. قال: ومن ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. نعم، هذا تملك الشيء الذي تركه أهله رغبة عنه. فإذا ترك الناس شيئا من الأموال وطرحوه وتركوه، فلمن وجده أن يأخذه وأن يتملكه، وليس هذا له حكم اللقطة، لأنه مرغوب عنه. فمن وجده فله أخذه وتملكه، لأنه مال ليس له مالك ومتروك. نعم. هل هناك علامات واضحة بين المتروك والمتروك؟ وفي الحديث من ترك دابة تركها أهلها، من وجد دابة تركها أهلها فهي له، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث: من أحيا حسيرا فهو له، والحسير هو الذي تركه أهله، مثل دابة رغب عنها أهلها لهزالها أو لتعيبها تركوها، فلمن وجدها أن يعلفها ويسقيها ويعالجها وتكون له بعد ذلك. نعم. قال: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. هذا يكثر وقوعه بين الناس، وهو مسألة الاختلاف في النعال. فإن الناس يضعون نعالهم على أبواب المساجد أو غيرها، ثم يغلط الناس فيأخذ أحدهم نعلي غيره. فإذا وجد نعلي غيره مكان نعله فإنه ما لقطه، حكم لقطه، إن كان يأمن نفسه عليها ويستطيع تعريفها فإنه يأخذ النعلين ويجري عليهما أحكام اللقطة. نعم. ألا يدخل النعلان في ما لا تتعلق به همة أوساط الناس؟ لا، النعلان تتعلق بهما همة أوساط الناس، لأنهما مثمنان. نعم، وينتفع بهما. نعم. يمكن لأنه يحتاج إليهما، يعني ليس النظر إلى قيمة النعلين مثلا، للأمرين، لأنه يحتاج إليهما ولأنهما ذات قيمة بلا شك. النعل ذو قيمة، وقد تكون قيمة مرتفعة. نعم، مثل النعلين ومثل الخفاف ومثل الأشياء المثمنة. نعم. ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره، ونحوه يعني الخف وما جرى مجراه من ملابس التي تلبس للرجلين. نعم. ووجد موضعه غيره فلقطه. حكمه حكم اللقطة فيما سبق، حكمه حكم اللقطة، فيجري عليه أحكام اللقطة من معرفة صفاته والتعريف عليه، إلا إذا كان لا قيمة له ولا تتبعه همة أوساط الناس كما سبق، فله أن يستعمله بدون تعريف. نعم. إذن هل لنا أن نجعل النعلين هما الحد فوق ما تتبع همة وساط الناس؟ يعني ما كان دونهما فلا تتبع همة وساط الناس. النعلان يختلفان، منهما النعال يعني تختلف، منها شيء لا قيمة له تافه، فهذا لا يلحق بما لا تتبع همة وساط الناس. نعم، يلحق بما لا تتبع، ولذلك يقول فلقطة، يعني حكم اللقطة فيما سبق. ومنهما تتبعه همة وساط الناس،
فهذا هو الذي يأخذ أحكام اللقطة، وهو الذي يقال لمن وجده إن كان عندك أمانة وقدرة على تعريفه فإنه عهدة ومال غيرك، فإنك تأخذه وتجري معه أحكام اللقطة، وإن كان ما عندك أهلية لذلك أو أنت تقول لست متفرغا لأن أعرف عليه وأن أتابعه فإنك تتركه في مكانه. نعم، ثابكم الله. قال رحمه الله: باب اللقيط. باب اللقيط. اللقيط هو كما عرفه هنا هو طفل نبذ أو ضل ولا يعرف له نسب. طفل نبذ أو ضل، نبذ يعني وضع في مكان، أو ضل ولا يعرف له نسب بهذه الأمور. أما إذا كان ما نبذ ولا ضل وإنما وضعه والده أو والدته وسيأتي إليه فهذا ليس لقيطا. وكذلك لو كان معروفا نسبه، هو ضل وضاع لكن نسبه معروف أنه ولد فلان أو ولد فلانة، فهذا ليس لقيطا بل يؤخذ ويؤدى لوالده أو لقريبه، لوالده أو لقريبه، ويكون هذا من باب الإحسان إليه. أما إذا كان طفلا، وكذلك لو كان كبيرا، لو كان بالغا، لو نبذ أو ضل وهو بالغ فهذا أيضا لا يعتبر لقيطا لأنه أصبح بالغا وبإمكانه أن يبحث عن أهله، أو لا يخاف عليه من الهلاك والاعتداء ما دام أنه بالغ. نعم. قال: وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل. وكذلك لا يعرف رقه، لا يعرف أنه رقيق، قد لا يكون له نسب لكن يعرف أنه إن هذا من أولاد مماليك فلان، من أولاد مماليك فلان أو مملوكة فلان أو مملوك فلان، فهذا يعرف أنه رقيق فيذهب به إلى سيده أو ينادى على سيده ليأخذه، لأنه حكمه حكم من عرف نسبه، من عرف نسبه أو عرف الملك الذي عليه فإنه لا يعتبر لقيطا. نعم. قال: وأخذه فرض كفاية. وهذا يعني مسألة اللقيط واللقطة هذا من ثمار الزنا والعياذ بالله. نعم بالله. فإن الزنا كما قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فهذا يتعدى ضرره على الأطفال، تعدى ضرره على الأطفال المساكين الذين لا ذنب لهم فينبذون في الشوارع أو في الأمكنة ولا يكون لهم نسب يرجعون إليه ويصبحون في المجتمع منبوذين ومحتقرين وهم لا ذنب لهم، ويكون الإثم على صاحب الجريمة الذي فعل هذه الفعلة الشنعاء فنتج عنها هذا الطفل المسكين، ثم نبذ في الشارع أو طرح في مكان لا مأوى له ولا نسب له، فهذا من آثار الزنا الذي قال الله جل وعلا فيه إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. قال: وهو حر. اللقيط حر لأن الأصل الحرية، الأصل في بني آدم الحرية، ولا يثبت الرق إلا بدليل شرعي وحكم شرعي، وهذا لم يثبت أنه رقيق، فنرجع إلى الأصل وهو الحرية. نعم. قال: وأخذه فرض كفاية وهو حر.
أخذه فرض كفاية، يعني من وجد اللقيط المنبوذ الذي تتوفر فيه الشروط السابقة أنه لا يعرف نسبه ولا يعرف رقه، فهذا لا يترك يضيع، لا يترك يضيع، لأنه نفس محترمة ولا ذنب له، فلا بد من أخذه، فيجب على المسلمين أخذه، ولكن أخذه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقين، وإن لم يؤخذ فإن الجميع يأثمون، لأنه نفس محترمة ولا يملك لنفسه تصرفا، فيجب أخذه إنقاذا لحياته. نعم. شيخ، في بعض الدور المعتنية باللقطاء يصنعون لهم أسماء، هل يعد هذا من المصالح المرسلة والمنفعة أو من الكذب؟ لابد من التسمية، لابد من التسمية ليتميز عن غيره. اسم واحد يعطونه الثلاثي ورباعي، لكن يجعل له اسم عام، يقال عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الكريم، أسماء عامة يعني، ما نعم لا ما ولا يقول من القبيلة الفلانية أو من الأسرة الفلانية، بل يقال عبد الله، كل الناس عبيد لله، عبد الله ابن عبد الرحمن مثلا ابن عبد الكريم، كل الناس عبيد لله سبحانه وتعالى، لكن ما يقال مثلا من القبيلة الفلانية. نعم. السلام عليكم. قال وهو حر. نعم، لما ذكرنا أن الأصل في بني آدم الحرية، وأما الرق فهو طارئ وسببه الكفر، كما عرفه العلماء، قالوا الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وذلك إذا استولى المسلمون تغلب المسلمون على الكفار في المعارك، إذا تغلب المسلمون على الكفار في المعارك في سبيل الله عز وجل، فإنما وجدوه من أموالهم يكون غنيمة وفيئا، وما وجدوه من النساء والأطفال فإنهم يسترقون، يكونون رقا للمسلمين. نعم، هذا هو سبب الرق، وهو عارض وليس أصلا في بني آدم. نعم. وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله. نعم، ما وجد مع الطفل المنبوذ من الأموال، سواء كان متصلا به أو كان مدفونا عنده طريا، يعني قريب الدفن، طراوة الدفن، وليس مدفونا قديما وإنما أثر الدفن طري يعني جديد، أو حوله مما هو قريب منه، فإنه له، يعتبر مالا لهذا الطفل، يؤخذ معه وينفق عليه منه، لأن له يدا عليه، ما دام إنه متصل به أو حوله أو مدفونا عنده دفنا حديثا، فإن للطفل يدا على هذا الشيء فيكون ملكا له، ولأن وضعه قريبا منه أو متصلا به يدل على أنه له وعلى أنه جعل له. نعم. قال وينفق عليه منه. ينفق عليه من هذا المال، من ماله ينفق عليه واجده من هذا المال، لأنه ماله، وكما في القصار الأيتام ينفق عليهم من أموالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، فينفق عليه من هذا المال مثل ما ينفق على اليتيم وعلى القاصر من ماله، والذي ينفق عليه هو واجده، لأن وليه هو واجده. نعم. وإلا فمن بيت المال. إذا لم يوجد مع اللقيط، لم يوجد معه مال، وجد كذا
بدون مال وبدون شيء، فإنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين ولا يترك يهلك، لأن بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين، وهو أولى من ينفق عليه من بيت مال المسلمين، لأنه مسلم وليس له مال ولا أحد ولا قريب ينفق عليه، فينفق عليه بيت مال المسلمين لأن ولي الأمر ولي من لا ولي له. نعم، وهذا مما يدل على احترام الإسلام لهذا الإنسان، وأن الإنسان له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، ويدل على فضل هذا الإسلام وشموله للمسلمين، حتى الأطفال الصغار شملهم بعطفه وحنانه وتكريمه، فهو دين كامل شامل ولله الحمد والمنة. نعم. قال: وهو مسلم. نعم، إذا وجد في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار التي فيها مسلمون فإن حكمه أنه مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا وجد في بلاد المسلمين فهو مسلم، وإذا وجد في بلاد الكفار التي فيها مسلمون فهو مسلم أيضا، تغليبا لجانب الإسلام. نعم. وحضانته لواجده الأمين. حضانته، والحضانة المراد بها تربيته، المراد بها تربيته وعمل مصالحه ما دام طفلا صغيرا، فالذي يحضنه أي يربيه ويعمل ما يصلحه هو واجده، إذا كان أمينا على حضانته، لأنه سبق إليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ولأن الذي وجد اللقيط في عهد عمر رضي الله عنه قال له: لك حضانته وعلينا نفقته. نعم. وينفق عليه بغير إذن حاكم، لأنه وليه، كما ينفق ولي اليتيم وولي السفيه عليه من ماله، فكذلك واجده ينفق عليه من ماله الذي وجد معه كما سبق من غير إذن حاكم، لأن النفقة مأذون بها شرعا لئلا يتلف هذا الإنسان، فلا يحتاج إلى إذن حاكم، فينفق عليه مما وجده معه بدون إذن الحاكم. نعم. بعض الأسر يا شيخ تأخذ من بيوت اللقطاء لقيطا أو اثنين للتربية انتفاعا مباح، تقول مثلا المرأة لم يأتيها أولاد وتقول: بدل أن يخدمني أجانب أو أولاد أخواتي وإخواني، تأخذه رضيعا فترضع من مقاربها وتكون عمة له أو خاله، يحملها مثلا في سيارته، يكون محرما. هذا مقصد صحيح أو غير صحيح؟ إذا أمكن هذا فلا بأس، لأنه مأذون به شرعا، الرضاعة مأذون بها شرعا. فإذا كان الطفل في الحولين يحتاج إلى رضاع وأرضعته فهذا من الإحسان له، وإذا أرضعته صار ابنا لها من الرضاعة أو قريبا لها من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا فعلت هذا وأحسنت إليه وأرضعته فالرضاع يأخذ حكم النسب فيكون قريبا لها ومحرما لها. هو العمل عمل مشروع، لكن المشكل إن في ناس ما يرضعونهم ولا يقولون أنهم يصيرون أبناءنا بالتبني، وهذا أمر باطل، تبني أبطله الإسلام. تبني كان موجودا في الجاهلية فأبطله الإسلام كما في سورة الأحزاب، فمجرد التبني هذا باطل، أما إذا كان فيه رضاعة فالرضاعة حكم شرعي لا بأس. نعم. ولا يمنع منها أن تريد المرأة أن يكون عوضا عن فقد الولد،
ما يمنع بشرط أن ترضعه أو ترضعه قريبتها. نعم. قريبتها كأختها أو نعم. أمها نعم. ليصبح محرما لها، لا بأس بذلك. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. فهذا يجمع بين الإحسان إلى اللقيط وفيه منفعة للاقط أيضا. نعم. قال: وميراثه وديته لبيت المال. نعم، ميراثه إذا مات وعنده مال، وديته لو قتل، لو قتل خطأ أو عمدا، فديته لبيت مال المسلمين، لأنه ليس له وارث. والإنسان إذا لم يكن له وارث فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين، يرثه المسلمون عموما. نعم. لكن لو تزوج وأنجب، إذا كان له ورثة كزوجته وأولاده فإنهم يرثونه، هذا إذا لم يكن له وارث. نعم. قال: ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية. إذا قتل عمدا عدوانا فإنه يجب القصاص أو أخذ الدية، يخير ولي المجني عليه في القتل العمد العدوان بين أمرين، إما القصاص وإما دية. أخذ الدية، فأهله بين خيرتين كما قال صلى الله عليه وسلم، إما أن يقتصوا وإما أن يأخذوا الدية. من الذي يقوم بهذا إذا جني على اللقيط الذي ليس له نسب؟ يقوم به الإمام، إمام المسلمين ولي الأمر، لأنه ولي من لا ولي له، ولي له، فإما أن يقتص من الجاني وإما أن يأخذ الدية، وتكون الدية لبيت المال كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في نهاية هذه الحلقة نجدد تحيتكم ونستودعكم الله، على أمل أن نلقاكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى. هذه تحية في الختام من مهندس الصوت عبد الله عريف الحربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.